السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا اليوم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه فعاله جدا للسعله، للحمى، للزكام، النيف كيكون يسيل، للاطفال وللكبار. تابعوا معايا الوصفه. لهذه الوصفه نحتاج ماء مغلي، خليوه يبرد، عسل النحل، وبصله. بالاول نقي البصله ونغسلهم. نسكفج البصله في الجهه الصغيره، نعاود نعمل هكذا البصل في الصفاية ونصفي الماء ونضغط هكذا على البصل باش نستخرج كامل الماء اللي في البصل. شوفوا شحال فيها تاع الماء. نجيب كأس نعمل فيه الماء المغلي، يكون دافئ ولا بارد. نضيف عليه البصل، الماء تاع البصل، ونضيف عليه العسل. ضفت هنا عسل النحل ونحرك مليح ونعطيهم يشربوه. الصغار اللي قبل العام عطيهم هذا الماء تاع البصل بلا عسل، ما تعطيهمش العسل، ممنوع على الصغار اللي قبل العام. وعملوا لهم غير شويه تاع الماء تاع البصل في البيبرون مع الماء تاعهم وعطيهم يشربوا. كبار ولا صغار تفيدهم هاد الوصفه، اللي يجيهم حر يزيدوا الماء معليش. عطيوهم هاد الوصفه من زوج مرات حتى ثلاثه، فعاله جدا. الماء غليناه على خاطر الكلور يحبس الفعاليه تاع ماء البصل وياثر عليها سلبيا. كي تحبوا باش تعملوا هاد البصل عملوا بصل يكون جديد. هذا نعملوه نعطيه لهم مباشره لولادي ولا لينا، اللي يبقى نرميه نعاود نعمل لهم جديد من بعد في الليل ولا في وسط النهار. نعاود نعمل بصله نسكرفجها جديده ونعطيها لهم مباشره، نعطيها لهم على خاطر البصل يتاكسد ما يوليش فعال. هذه الوصفه فعاله جدا. اللي دخل اول مره ما ينساش باش يشترك، ما تنساوش باش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد الى فيديو اخر ان شاء الله.